تصديق عقود الزواج في المحاكم والاكتفاء بعقد رجل الدين. ظاهرة تفقد الرجل والمرأة حقوقهم. طبعا الزواج المصدق لدى رجل الدين ولم يصل إلى أساور المحكمة ظاهرة أضرت بالمرأة وفقدتها حقوقها في الكثير من الأحيان، وكثير ما يرجع الناس هذا الأمر لقلة الوعي والثقافة القانونية لبعض الناس. طبعا حتى العوائل القانونية اللي عندها معلومات قانونية تجهل هذا الموضوع، لكن تتجاوزه بحجة عدم الأهمية، والضحية هنا دائما الزوجة والأطفال. كل هذه المواضيع وأكثر راح نتناقشها أكيد مع ضيفنا المحامي محمد عدنان. يسعد صباحك. صباح الخير رمضان مبارك. صباح الخير عليكم وعلى كل الناس اللي تابعونا عبر قناة رشيد. حياك الله. بداية أستاذ محمد، حابين تعرفونا مفهوم الزواج وأيضا الطلاق إذا تم خارج إطار المحكمة، هل يا ترى يعتبر من المخالفات والجرائم لو أنه هو مبرر بمجرد القبول بين الطرفين؟ اليوم عندنا إحنا الزواج اللي دا يكون خارج المحكمة بشقين. أوكي. الشق الأول إحنا نقول إحنا شون عادات وتقاليد أو البعض منهم يستبارك من المذاهب، كل المذاهب بالضبط، والأكيد اللي إحنا نعرف به عقد الزواج أحياناً يكون مكتوب وأحياناً يكون شفوي. فالبعض الناس إحنا اليوم رح نحكي على الشق القانوني، بس إحنا قبلها حنحكي على الشق اللي إحنا نقول التقليد اللي نعم. الناس تستبارك به وورثناه من بالعادات والتقاليد، انه اكو ناس يقول لك ما يخالف احنا نعقد سيد او نعقد شيخ نستبارك. ابدا مو ضد هذا الموضوع، بس الفكره وين؟ الفكره اليوم احنا لما نجي قانونا بدت تضيع حقوق هواي، لانه احنا ما عندنا اليوم المفهوم والالمام الكافي بعقد الزواج. يعني البعض اليوم كثير من الحالات لما يجي يعقد ما يروح يصدق بالمحكمه، او يعني بالذات احنا اليوم عندنا حالات خلينا نقول زواج القاصرين، يقول خلي يبلغون سن الرشد او خلي يجيهم اطفال. بس الفكره وين؟ الفكره احنا بعض المذاهب ما تكتب، يكون العقد شفوي، وحتى اذا انكتب اذا ما تصدق بالمحكمه احيانا يسبب اشكالات قانونيه، لانه ياما احنا نشوف اليوم بالمحاكم موجوده انه اثنين يعقدون وشخص غريب اجى عقد على بنيه بالطبيعي وبعدها اختفى، شلون راح تقدر تثبت حقوقها؟ صح. والبعض يعني كثير من الحالات ما عندها مثلا نسخه من عقد العقد اللي صار امام رجل الدين، والبعض منهم حتى ما ياخذ نسخه من عنده. يعني احنا مو ضده، بس اتمنى اليوم لما يخطون هاي الخطوه يصدقوه بالمحكمه حفاظا عن حقوق القانونيه للرجل والمرأة، وبالذات المرأة كإثبات وحقوقه بنفس الوقت. جدا مهم. نقطة مهمة، الرجل والمرأة. قبل لا أدخل بمحور أنه الضرر هو يكون على الرجل أكثر أما على المرأة في عدم تصديق العقد في المحكمة، العقد المحمدي اللي هو عقد رجل الدين، ليش اليوم بدنا نشوفه منتشر بصورة كبيرة جدا؟ اليوم ما كان موجود هذا الشيء سابقا بهذه الصورة، لكن هو اليوم منتشر بصورة كبيرة. وفي المحور الثاني انه اليوم دائما يقولون انه هي المرأة هي حتى تضمن حقوقها، لكن الرجل هل ينظر بعدم تصديق عقد الزواج في المحكمة كذلك؟ اي اول نقطة انت سألتني على الشق الاول، ليش الناس تتجه لهذا الموضوع؟ اولا موضوع السهولة، ثانيا موضوع احنا مع الأسف صار عندنا يعني المفروض احنا اليوم نتقدم القانون، بس مع الأسف اليوم الشق القانوني البعض منهم تشوفه يعني ثانوي هذا الموضوع، أنه خلاص هو إجا تقدم على سنة الرسول وإحنا عاقدين أمام الله. أكيد إحنا ما نختلف على هذا الموضوع، بس الشق القانوني جدا مهم، لأنه بحالات الطلاق أو لما يصير الخلاف بيناتهم الإثبات قرينة الإثبات تكون أضعف بكثير، وبعض منها تكون صعبة جدا أنه تثبت أنه هي متزوجة من هذا الشخص، كذلك الرجل. طبعا ما راح ندخل بالشق اللي بيه مخالفات قانونيه، الرجل شنو الضرر اللي عليه، بس اللي اهم اللي اطلبه من الناس اليوم انه لما يتجهون لهذا الموضوع يثبتون الحقوق ويصدقوه بالمحكمه، لانه يعني لما يجون يردون يثبتون هذا الموضوع يلاقون صعوبه كبيره جدا. صحيح. زين استاذ محمد، اريد اسالك على التسميات العديده اللي نسمع بها تخص الزواج خارج اطار المحكمه، بكل صراحه هي محلل شرعا ام هو مجرد اجتهاد شخصي وتبرير للاشخاص المقبلين على هذا الموضوع؟ هو احنا اذا نجي للشرع هو محلل، يقول لك هو احنا عقدنا امام الله وبالتالي اكو شهود، بس احنا اذا ندخل بشق الناس شلون بدها تستغله، الشق هنا يدخلنا بغير مبررات، لانه مثلا الشهود بده يجيبوهم من برا. فلما تصير حاله الطلاق اليوم بالقانون نلقى الشهود ما تلقاهم البنيه، تريد تثبت حاله الطلاق تلاقي صعوبه.
انه لا اكو شهود وهو ما موجود وهي ما عندها نسخه من عقد السيد، فقرينه الاثبات حتكون جدا ضعيفه. طيب الزواجات خارج اسوار المحكمه، اكو بعض الدراسات حول هذه الظاهره حتى اليوم، اذا موجوده بعض الدراسات حولها حول اعدادها، حتى واحد اليوم يتجه نحوها بخطوه ايجابيه حتى يحد من هذا الموضوع. بالتالي احنا خلي نفهم صح، احنا اليوم نريد نحد من موضوع انه اليوم بعض الناس يقول لك انا لابد انه يكون عندي عقد سيد وعقد رجل دين أبداً، بالتالي هذا حق، لكن اليوم احنا نريد انه هو يكون مصدق من المحكمه طبعاً، حتى تحفظ حقوق الامراه وكذلك الرجل. احنا خلينا نوضح نقطه انت قلتها جدا مهمه، احنا ابد مو ضد العقد بالمذاهب كلها، البعض يقول لك اني استبارك والبعض يقول لك اني امام الله، وهذا ابد مو غلط، بس احنا لازم نثبته قانونيا مو بس شرعيا، واعتقد هذا الشيء حيكون منصف للطرفين. فيعني احنا مو ضد الموضوع، بس اتمنى اليوم يتصدق قانونيا على مود بالمستقبل لما نحتاج بحالات. اليوم احنا خلينا ما ناخذ بس الطرف الايجابي الطلاق، احيانا اذا اجاهم طفل شلون يسجلوا؟ هنا صعب بالنفوس اذا ماكو عقد زواج محكمة. محمد، وبالتالي القانون العراقي هو اساس الشرع، يعني بالتالي اي، بس اليوم الشرع انت تعقد امام رجل الدين بس هو ما مصدق قانونا. اليوم مثلا دائرة النفوس تعتمد على عقد الزواج الموجود بالمحكمة الالكتروني، لان حيكون مصدق بنفوسهم بالارقام الجناسي، هذا كله ما موجود بالزواج اللي يكون خارج المحكمة. طيب استاذ محمد، احنا دا نسمع بين فترة واخرى عن احصائيات اللي تخص حالات الطلاق الاف مؤلفة، هل يا ترى هذه الارقام حقيقية ام مبالغ بها؟ بالاضافة حابين نعرف كونك محامي ومطلع على هذه التفاصيل من ناحية أعداد اللي تخص حالات الطلاق باليوم والشهر والسنة، إيش قد توصل عندنا مثلاً بالسنة أو بالشهر؟ توصل هواية، يعني أكو رقم معين؟ هي متذبذبة، بس عادة مع الأسف إحنا نشوف يعني حالات الطلاق أكثر من الزواج بهواية في مجتمعنا العراقي، ودليل إنه مجلس القضاء لما كل فترة ينشر شهرياً وأحياناً سنوياً الحالات، دائماً نشوف حالات الطلاق. يعني هذه الأرقام حقيقية؟ طبعاً حقيقية، مسجلة إلكترونية. طيب أستاذ محمد، يعني اليوم نشوف هاي الحالات المئات والآلاف من حالات الطلاق، بالتالي اليوم ممكن أكو مشروع لقانون معين قبل الزواج يكتشف أهلية هذا الشخص بقدرته على الزواج من عدمها، ممكن أكو إيش فكرة مشروع؟ أنت سألت سؤال جداً مهم. نعم. احنا دائما اقول اني احنا الزواج اني اشوفه عقد شراكه بس جدا مهم، البعض يشوفه اليوم سهل انه خلاص اثنين يرتبطون، بس هو عقد شراكه جدا مهم وهي حياه كامله. قبل فتره كان عندي اقتراح اني لما نقعد نتداول بغرفه المحامين، ذكرت فد موضوع من وجهه نظري، يعني نظر شخصيه، قلت انه احنا ليش ما نخلي بحث اجتماعي مثل ما موجود بالنفقة، مثل ما موجود بالطلاق، مثل ما موجود بالحجج، كل شيء عندنا اليوم عندنا بحث اجتماعي. ليش ما نخلي هذا البحث الاجتماعي قبل الزواج هم نشوف الشخصين المهيئين للزواج أو لا؟ لأنه أحياناً من يطبون أمام القاضي يسألها سؤال القاضي، لأن عنده آلاف يدخلوا له يومياً، يمكن فتقول أنا موافقة وكذلك الرجل، بس لما يقعدوا ويا البحث الاجتماعي ربع ساعة أو نص ساعة، دور اليوم البحث الاجتماعي دور مهم، لأن هو طريقته يحلل نفسياً الشخص ويهيئه أنه يحكي اللي يريده. فليش ما نخليها مثل ما اليوم طبقوها بالمغرب العربي، وأنا أشوفها طريقة جداً ناجحة موجودة كذلك برا، مو صعب اليوم نطبقها. طيب سؤال، إيش تتوقع إذا وضعت هذه الآلية، إيش قد من عدد الزيجات اللي هسه تتصير ما تصير تلغي ما تكون لها أهلية؟ هي ما تصير، بس إذا اليوم أطوا دور كبير للبحث الاجتماعي مو دور شكلي. ما احنا المشكله اليوم عندنا كثير من الدوائر او الحالات هي مجرد شكليه، فالمفروض يطو دوره يكون فعال، يعني يكتب هذا الشخص صالح للزواج او لا، او مجبرين او لا. من يطوهم هاي الصلاحيه راح يفرق الموضوع هواي. ممتاز. طيب استاذ محمد، انا اريد منك معلومات ونصائح توجهها لكل فتاه مقبله على تصديق عقد زواجها، في حال انه هي تضمن حقوقها اذا صار اي خلاف وعدم استمراريه بالزواج. انا اليوم اتمنى الكل شخص يعقد اليوم بالمحكمه رجل او امراه انه يثبتون هذا الشيء قانونا، اولا حفاظا على الحقوق،
على مود لا يدخلون بمشاكل مستقبليا، لأنه اليوم الحياة إحنا مثل ما نقول الحياة طويلة، يجوز ما يتفقون. وأهم شغلة اليوم المرأة أنه لازم هذا الشيء ثبت بالمحكمة حفاظا على الحقوق. ممكن أحيانا الحياة ممكن يكون عندهم حالة وفاة، ممكن شيء صعب اليوم مثلا الجنين اللي يجي قرينة إثباته صعبة، فلازم اليوم الحقوق تكون الموجودة تصدق بالمحكمة على مود تحفظ حقوقها. طيب أستاذ محمد، اليوم إذا كانت البنية عندها عقد زواج محمدي، إذا تتجه به إلى المحكمة بدون زوجها، ممكن هي تثبت هذا الموضوع وشنو الإجراءات اللي ممكن نسويها؟ كلش طبيعي تثبته؟ تحضر ويحضرون الشهود. إزاي إذا ما حضروا الشهود؟ هنا تعتمد على المذاهب وتعتمد على قناعة القاضي. أكو مذاهب يحتاج شهود وأكو مذاهب لا. القاضي يعتمد على موضوع أنه الشهود المثبتين المحمدي اللي موجود بشهود منهم. طبعاً طبعاً طبعاً. طيب ما طول ما مكتوب، وحتى إذا ما مكتوب شفوي حضرت هي أو حضر هو، وحضروا الشهود الموضوع يمشي طبيعي. طيب أهلها ممكن يثبتون هذا الشيء إذا هو الرجل رفض انه يثبته بالمحكمه؟ ممكن يروحون يتجهون للمحكمه؟ طبعا. وليش دا اقول لك، انا دائما اقول اتمنى من كل الناس اللي تعقد خارج المحكمه تصدق هذا الشيء ويسووه مكتوب على مود يقدرون يثبتوه امام القضاء. لانه اذا ما مكتوب شفوي قرينه الاثبات تكون صعبه، بس لما يكون مكتوب اكو بصمه، اكو توقيع، حتى لو الرجل انكر فاكو اليوم ادله جنائيه مضاهات واستكتاب تثبت هذا البصمه تعود للرجل او لا. ممتاز. طيب استاذ محمد، في حال شخصين أقبلوا على الزواج بعقد يا إما سيد أو شيخ، بالتالي تعرضت للتعنيف من قبل الزوج وحبت تقدم شكوى للمحكمة تخصها، بالتالي راح يعتبر رجل غريب بهذه الحالة؟ لا، ما دام عاقدين عندهم عقد ما مصدق تصدقه وتقيم شكوى بالعنف الأسري. بالأول تخطي خطوة أنه تصديق طبعًا العقد، ومن بعد إذا ماكو هذه الخطوة يعتبر رجل لازم غريب. تصدقه، تثبت أنه هو قانوناً تصديقه طبيعي جدا، تقيم دعوة تصديق طلاق خارج المحكمة، بعدها تسوي شكوى بالعنف الأسري اليوم. ممتاز. طيب أستاذ محمد، بعض الناس عندهم فكرة معينة على أنه أنا اليوم إذا مسوي عقد محمدي أو عقد رجل دين أو سيد خارج المحكمة، من أتجه للمحكمة أنه القاضي راح يوجه لي عقوبة أو فرض ضريبة معينة أو مبالغ معينة على هذا الموضوع، أكو شيء لو لا؟ مبالغ قليلة بصوم جدا، وغراماتها وعقوبتها يعني أبدا أبدا ما طبيعية جدا. هنا إحنا دا نحكي لما الشخص أحيانا يتزوج زوجة ثانية ندخل بهذا الشق فقط الثانية، اي بس بدون موافقتها طبعا. بس هنا لما الصدقة غرامة طبيعية ويتصدق الموضوع، مو مثل ما متداول بالطريقة اللي هم مصاحبين. يعني بالأولى أنا أخذ عقد رجل الدين أروح الصدقة بدون طبيعي، أي غرامة طبيعي، بدون أي شيء غرامة بس طبيعية. طبيعي. زين صادم محمد، بما أنه وصلنا لنهاية المحور، حابين نسمع منك نصيحة أو كلمة أخيرة لكل شخص مقبل على الزواج دي يسمعك حاليا. أنا أتمنى اليوم أي شخص من رجل أو مرأة يخطون على خطوة الزواج، أول شيء لازم تكون القناعة جدا تامة، لأنه يكونون بعيدين جدا عن الضغط اللي يصير من الأهل. وعندنا اليوم أفكار هواية إحنا يعني ما نريد ندخل بيها، أنه بعض الزواج القاصرين أو الضغط العائلي، أو بعض المرأة تقول لك أنا عبرت سن معين لازم أتزوج. أتمنى هذا الموضوع إحنا نتجاوزه، تكون عن قناعة تامة، يشوف هذا الشخص يكون مناسب إلى للحياة، لأنه حرام اليوم أحياناً يجون أطفال يكونون هم الضحية، لأنه فعلاً آلاف من الأطفال موجودين بالمحاكم ضحية اختلاف بين رجل ومرأة. أكو نقطة أستاذ محمد أكدت عليها، فعلاً اليوم أغلب الزواج اللي يصير خاصة النساء والفتيات وصلت لعمر معين انه خلص هذا ما هو الموضوع جدا مستفز ويقهر، العمر المناسب طبعًا لا الشريك يعني طبعًا بوقت مبكر انه لازم يكون هو شخص هاي مناسب. كثير من الحالات اليوم بالمحاكم لما تجي تنفصل ورا اشهر اقول هل ليش ما اتفقتوا انطي فرصه، تقول لا مو انا تزوجت لانه انا وصلت عمر معين قمت اسمع عفوا كلمه انت عانس انت زين ليش يعني ابدا ابدا الموضوع ما يعني تالي هي ضرت نفسها صح، وخصوصا لما يجي طفل انا اشوف الطفل ابدا ما له ذنب. واتمنى اليوم اللي يخطون على موضوع الزواج اذا هم ما متاكدين انه علاقتهم ناجحه يتانون بموضوع الطفل، لانه انا اشوف الطفل ما له
أي ذنب يجي للحياة ووالده ووالدته ما بتفتح. تأكيدك على هذا الموضوع مهم جدا أستاذ محمد، لأنه نشوفه بالمحاكم يقهر الموضوع. الاختيار الشريك المناسب، بالتالي هاي شراكة عمر، هاي شراكة طبعًا. حياة. أنت اليوم من تتزوج هذه الخطوة أنت ما راح تكررها بعد طبعًا. أنت هاي زوجتك طبعًا. أو هو زوجك، أنت لابد أنه هو مناسب لك وأنت مناسبة إلى بصورة كاملة. شكرا أستاذ محمد، شكرا لك، نورتنا أول. بالتالي إحنا نأكد على النقطة مهمة، إنه اليوم إحنا مو ضد موضوع عقد السعيد. بعض العوائل عندها هذا الفكر والعادات والاتجاه والتقليد بموضوع عقد الزواج عند رجل الدين، لكن تأكيده وتصديقه في المحكمة هذا شيء مهم جدا، خاصة للفتيات. أكيد نشكرك مرة ثانية، شكرا لحضورك. مشاهدينا الكرام، مكملين وياكم حلقتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل.